أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في نشرة أخبار الثالثة والنصف مباشرة على الأولى، نستهلها بالعناوين. الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم اليوم للحسم في المنافسة القوية بين رئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والجالية المغربية تتابع باهتمام كبير ما سيسفر عنه هذا الاقتراع. موسم الورود بقلعة مجونة يتأثر هذا العام بضعف التساقطات المطرية خاصة على مستوى واحات دادس، والمنتوج يقتصر على واحات مجونة بفضل غنى الفرشة المائية بهذا الجزء من إقليم تنغير. وبمراكش اختتام فعالية المهرجان الجهوي للمواهب الشابة المتمدرسة بالموسيقى، مهرجان سعى إلى تشجيع الشباب على إبراز قدراته الفنية وجعل المؤسسة التربوية حاضنة لهذه المواهب. أهلا بكم. الناخبون الفرنسيون اليوم أمام خيار تاريخي، إما التجديد للرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون 44 عاما، أو انتخاب أول سيدة وأول زعيمة لليمين المتطرف مارين لوبان 53 عاما في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المدعو للمشاركة فيها أزيد من 48 مليون ناخب. نسبة المشاركة في هذا الاقتراع الحاسم بلغت إلى حدود منتصف النهار أكثر من 26%، واستطلاعات الرأي أظهرت في الأيام القليلة الماضية تقدم إيمانويل ماكرون على منافسته بفارق لا بأس به. المزيد مع عبد الوهاب الكاراتي. فرنسا تواجه اختيارا صعبا بين من سيتربع في الإليزي رئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون أو منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين التي فازت مع ماكرون في الدور الأول بفارق حوالي 5 نقاط لصالحه. وكشفت آخر استطلاعات الرأي أن ماكرون سيفوز في الجولة الثانية بفارق أقل من الذي سجل قبل 5 سنوات عندما حصل على 66% من الأصوات مقابل 34% للوبين. وخلال الحملة الانتخابية لما بين الجولتين تودد المتنافسان لناخبي المرشح اليساري جان لوك ميلانشون الذي حل ثالثا في الدورة الأولى بحصوله على 22% من الأصوات، حيث وعدتهم لوبين بحماية الفئات الضعيفة بينما تعهد ماكرون بجعل البيئة في صميم عمله. وكانت المناظرة التلفزيونية ليوم الأربعاء الماضي بين ماكرون ولوبين قد أظهرت الاختلاف العميق في مواقفهما بشأن أوروبا والاقتصاد والعلاقات مع روسيا والقدرة الشرائية والمعاشات التقاعدية والهجرة. ورغم أن استطلاعات الرأي تعتبر ماكرون الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية، إلا أنه ليس من المستبعد أن تحقق لوبين فوزا مفاجئا نظرا للعدد الكبير من الناخبين المترددين. ساعات إذن ويحسم السباق نحو الإليزي. اقتراع الأحد برهانات متعددة تترقب نتائجه الجالية المغربية المقيمة بفرنسا والتي تمثل أزيد من 6% من مجموع السكان. انشغالات الجالية المغربية تتركز حول ملفات عديدة خاصة ما يتعلق بالقدرة الشرائية وإصلاح أنظمة الهجرة والتقاعد وقضايا أخرى. هذه ارتسامات بعد أفراد الجالية استقاها موفدا الأولى إلى باريس. محمد أيتلشكر وعبد العالي قنوني. نعيش فترة صعبة ماديا، هناك ضعف القدرة الشرائية التي نتمنى أن تتحسن، كذلك هناك العنصرية والحركات المناهضة للإسلام، نتمنى أن تزول هذه الحواجز لنعيش جميعا في سلام. أتمنى من الرئيس الجديد خفض الضرائب وإيجاد فرص عمل للفرنسيين وللشباب العاطل والرفع من الأجور. وللحديث عن هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا مباشرة الأستاذ العمراني بوخبزة عميد كلية الحقوق بتطوان. إذا مرحبا بكم أستاذ. إذا الناخبون الفرنسيون اليوم أمام خيار تاريخي كما قلنا، إما التجديد للرئيس الحالي أو المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون أو انتخاب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين في هذا الاقتراع. فما هي قراءتكم أستاذ لهذا الحدث الهام
وهذه المحطة الحاسمة بالنسبة للفرنسيين. وبالفعل هي محطة جد مهمة وبرهانات متعددة، لأن ربما منذ انتخابات الرئاسية 2002 إلى الآن لم يتمكن أي رئيس فرنسي منتهية ولايته من تجديد العقدة الرئاسية. وبالتالي الآن إذا استطاع ماكرون أن يعود إلى الإليزي سيكون قد كسر هذه الوضعية التي استمرت لعقدين من الزمن. ثم كذلك إذا استطاعت لوبين الفوز بهذه الانتخابات فهي ستكون أول سيدة استطاعت الولوج إلى قصر الإليزي وتكريس مقاربة النوع التي ينادي بها المجتمع الفرنسي بقوة. إذا فالرهينين معا لهما خصوصيتهما، وإن كان أن الآن ربما في هذه المحطة هي أن التاريخ يعيد نفسه، لأن في انتخابات 2017 تواجه المرشحين معا في الدور الثاني وكانت الغلبة في آخر المطاف لرئيس ماكرون. الآن ربما هناك وضع آخر، بحيث أن هذه المواجهة التي تتم بين اليمين المتطرف بتشكيلاته المتعددة وباقي الأطياف السياسية التي تحاول ما أمكن أن تقطع الطريق أمام صعود وتنامي اليمين المتطرف بحكم الشعارات التي يرفعها، فهذه الوضعية الآن هي متغيرة وفيها اختلاف أو فيها وضع جديد، بحيث نلاحظ أن في كل مناسبة لانتخابات الرئاسية في فرنسا يستطيع اليمين المتطرف أن يكسب المزيد من الدعم من قبل الكتلة الناخبة، وهذا نعم. معترض. طيب أستاذ لو سمحت، بالنسبة للجالية المغربية هي تمثل 6% من مجموع السكان، عندها عدة انشغالات، فبرأيكم ما هي أهم انتظارات مغاربة فرنسا من هذا الاقتراع؟ بالنسبة لمغاربة فرنسا يجب أن نميز ما بين فئتين، فئة الجيل الأول الذي من المهاجرين المغاربة، ثم الفئة الثانية من الجيل الثالث بطبيعة الحال. الجيل الثالث إذا ركزنا عليه فهو لا يختلف في مطالبه عن باقي الفرنسيين، تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية، المرتبطة بالنظام الصحي، باقي الحقوق المرتبطة بمجال التعليم إلى غير ذلك، في حين أن الجيل الأول له كذلك انتظاراته تختلف عن الجيل الثالث، وخاصة أن هذا الجيل له ارتباط بمسألة التقاعد بشكل أساسي، وكذلك مرتبط بالقضايا العامة التي تهم الأقليات المتواجدة في فرنسا. إذن فلا يمكن أن نضع كل مكونات الجالية المغربية في فرنسا في سلة واحدة وأن نقول أن لها نفس الاهتمام ولها نفس القناعات. لذلك لاحظنا أن جزء من الجالية المغربية أنه قد يكون قد صوت لليمين المتطرف، رغم أنه هذا اليمين المتطرف يرفع شعارات قوية جدا ضد المهاجرين وضد ما يسمى بالإسلاموفوبيا. نعم. ثم نجد بالمقابل أن الجيل الأول هو في الحقيقة يراهن على الخطاب اليساري أكثر من مراهنته على الخطاب اليمين. نعم. شكرا لكم. قد نقول نعم. شكرا على كل هذه الإضاءات. أذكر الأستاذ العمراني بوخبزة عميد كلية الحقوق بتطوان. منذ عقود كثيرة اشتهرت قلعة مقونة بإنتاج الورد العطري الذي يشكل جزءا من تراث ساكنة المنطقة ونشاطا فلاحيا مهما، وكل سنة يقام له مهرجان في شهر ماي لعرض منتجاته العطرية المتنوعة وذات الاستعمالات المتعددة، لكن الظروف المناخية هذا العام أثرت على المنتوج من الورود بسبب ضعف تساقطات المطرية خاصة على مستوى واحات دادس، والإنتاج الجيد هذه السنة اقتصر على واحات مقونة بفضل غنى الفرشة المائية. روبورتاج سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. أطلال هذا البستان تلخص الحكاية كلها حول زمن حسان الورود وأريجها الفواح وكيف أصابتها عوادي الأيام، فصار اكتمال نموها حلما بالنسبة للمزارعين. تقريبا 4 سنين قلت الماء، ما كاينه الشتاء، البلاد مكرفصه. الويه ديال العام يعني عيانه بزاف، يعني من قله الشتاء، وثانيا واخا كاين الشتاء يعني الاهتمام ما كاينش بزاف.
على عكس وادي دادس الناضب، الجريان الدائم لوادي إمقون يجعل واحات مقونة في أوج عطائها، وبداية قطاف الورد تجسد نجاح الموسم. المشكل اللي عندنا في واحد دادس تقلت تساقط الامطار، كنطلبوا في المسؤولين يديروا شي ويدان شي برجات الليا باش الماء يكون تحت الارض، يدخلوا الناس باش يسقيوا المنطقه. الماء الابار سميتو الجبال هما يعطونا الماء، فاش يطيح الثلج في الجبل تعطينا الماء هنا فين، ماشي تناخذوا من الوادي نمقون. تعاونيات إنتاج المواد المشتقة من الورود تضررت هي الأخرى بشكل غير مباشر من ندرة التساقطات المطرية. نظرا للظروف التي مرت بها العالم كامل، الجائحة كما كتعرفوا أتى قطاع الورد تأثر كثيرا نظرا للسياحة التي يعود النفع عليها بالقطاع، ونظرا لقلة الأمطار في السنوات الأخيرة أيضا تأثر هذا المنتوج بصفة عامة. السدود التلية مطلب تجمع عليه الساكنة من أجل الإبقاء على زراعة الورود بقلعة مقونة، وحتى يظل الورد لها عنوانا وعبيره بوصلة للزوار. ومعنا مباشرة من ورزازات السيد الحسن أحجو رئيس مصلحة الإرشاد والتنظيم المهني بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات. إذن سيدي، ما تقييمكم لموسم إنتاج الورود هذه السنة، ومدى تأثير ندرة التساقطات المطرية على الإنتاج؟ شكرا سيدتي على الاستضافة. كما كتعرفوا الموسم الحالي كيتميز بواحد يعني تساقطات يعني قليلة مقارنة مع المواسم الفارطة. هذه التساقطات يعني النادرة عندها تأثير على المنتوج ديال الورد العطري في منطقة الدات، ولكن هذا يجب أن نميز بين هذه الجوج ديال الواحات. كان الواحد ديال وادات هي اللي تطرى بكثير يعني بسبب توالي سنوات الجفاف، بعكس واحد واد مقون اللي يعني المصادر ديال المياه يعني شبه دائمه. وكذلك ما ننساوش حتى التوسعات على خارج الواحات التقليديه اللي كتعتمد على الساقي بالتنقيط يعني باستعمال المياه الجوفيه. يعني من خلال هذا يعني هذا الجوج ديال المناطق يعني واحد يعني التاثير ما كانش تاثير كبير بزاف على مستوى الانتاج العام ديال هذا الموسم. نعم. هذا اذا كنتوقعوا ان شاء الله باش يكون واحد الانتاج اللي هو يكون لا باس به على العموم. نعم. طيب سيد احجو، ما هي الاجراءات التي تعتزم الوزاره او المصالح المختصه اتخاذها بالنسبه للسنوات القادمه لتحقيق موسم افضل؟ اذا بالنسبه للاجراءات فيما يخص يعني تحسين هذه الحاله ديال الانتاج ديال الورد على منطقه وادات ومقون، يعني كما كتعرفوا احنا جينا في البدايه ديال الاستراتيجيه الجديده الجيل الاخضر اللي غادي تحاول باش يعني توطد المكتسبات اللي ربحناها من المخطط للمغرب الاخضر، يعني وغادي تحاول باش تستمر في كل ما هو تعبئه الموارد المائيه والترشيد ديالها من خلال يعني هيكلات واستصلاح سواقي وشبكه الري، من خلال كذلك تقديم الدعم واستمرار في برنامج الدعم والاعانات فيما يخص تجهيز بالسقي بالتنقيط، وكذلك غادي تعمل على يعني الاستمرار فيما يخص تأطير الفلاحين للجوء الممارسات الجيدة في إنتاج الورد والتكتيف دياله، وكذلك يعني تتمين هذا المنتوج هذا عبر هذه الوحدات ديال تقطير الورد وكذلك المشتقات ديال الورد. وكذلك كان المحور اللي كيهم خصوصا العقد يعني العمل في اطار شراكه مع الفلاحين
والمنظمات الفلاحيه اللي كتشتغل في اطار البين الفيدراليه المغربيه البين المهنيه لسلسله الورد العطري. نعم. ودعمها. نعم. من خلال شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. السيد الحسن أحشو رئيس مصلحة الإرشاد والتنظيم المهني بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات. فضاء المسرح الكبير بمراكش كان على موعد على مدى يومين مع فعاليات السهرتين الختاميتين للمهرجان الجهوي للمواهب الشابة المتمدرسة في الموسيقى. المهرجان نظمته في دورته 11 جمعية الأطلس الكبير بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل والجامعة الخاصة لمراكش. ريبورتاج أمين علام والمعتصم بالله البؤساوي. شباب عاشق للموسيقى والغناء يتطلع لتقاسم الكلمة الجميلة والألحان العذبة مع الجمهور جاءوا من مؤسسات تعليمية بمختلف أرجاء جهات مراكش آسفي لاختبار قدراتهم ضمن فعالية المهرجان الجهوي للمواهب الشابة المتمدرسة للموسيقى. تظاهرة وهي تطفئ شمعتها 11 أضحت تقليدا لاكتشاف المواهب الفنية بالمؤسسات التعليمية. هذا المهرجان كيشكل لنا فرصة باش نبرزوا المواهب ديالنا ونتلاقوا مع ناس اللي عندهم مواهب كبيرة يقدروا يعاونونا ونتلاقوا مع زملاء جداد. هذا المهرجان كيعطينا واحد الفرصة باش نبرزوا المواهب ديالنا وفي نفس الوقت نتعرفوا على أصدقاء زعما جدد وناس محترفين اللي غادي يعطونا واحد الخبرة باش نطوروا من راسنا. تظاهرة تترجم الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لترسيخ الثقافة الفنية لدى الشباب المتمدرس باعتبار أن الفنون وسيلة للتهذيب والتربية والرقي بالذوق لدى هذه الفئات. هدفنا بطبيعة الحال إلى جانب كونه أنه نعطيه فرصة للتلميذات والتلاميذ باش يبينوا على المواهب ديالهم والإبداعات ديالهم ونكتشفوهم يعني في سياق يعني النبوغ والتمييز. مواهب أمتعت الجمهور من خلال باقة من الأغاني الغربية والعربية ومعزوفات أبرزت قدرات متميزة لدى المشاركين في العزف على آلات موسيقية مختلفة. ومعنا مباشرة من مراكش السيد محمد الكنيديري رئيس جمعية الأطلس الكبير. مرحبا بكم سيد الكنيديري، وبداية ما الجديد الذي حملته الدورة 11 للمهرجان وما الهدف من وراء إطلاقها؟ قبل ما نجاوب على السؤال ديالك لابد نهضر شوية على هذا المهرجان. كتعرفوا هذا المهرجان تأسس هذه 12 سنة والهدف منه في الحقيقة هو صقل المواهب الموسيقية والفنية بصفة عامة لدى التلاميذ والطلبة، بحيث هذا المهرجان كيدار واحد المدة في البداية ديالو في الأول المرحلة ديالو الأولى كيبقى تقريبا واحد 12 يوم اللي كتكون فيه الانتقاءات على صعيد الأقاليم وعلى صعيد العمالات مراكش، يعني الأقاليم السبعة والعمالات مراكش كيكون فيها انتقاءات على جوج المراحل. المرحلة الأولى كيكون فيها واحد العدد ديال بعض المئات، ثم في المرحلة الثانية كيقل داكشي باش ناخذوا أحسن ما هو موجود على صعيد الأقاليم كلها الثمانية، ومن بعد هذوك الشباب المتمدرس كله كيجيو وكنعملوا لهم واحد الانتقاء جهوي بمدينة مراكش، والناس اللي تنتقوا كيكونوا كناخذوا منهم تقريبا 10 في العزف على الآلات الموسيقية و10 في موسيقى الغناء العربي و10 في الغناء الغربي. نعم. وكنعملوا جوج سهرتين، السهرة الأولى كتكون فيها الغربي والأداء الموسيقي، والسهرة الثانية كيكون فيها الغناء العربي. الهدف كيف قلنا هو انه كنبغيو ان التلاميذ والطلبه يحسنوا استعمال الوقت الثالث اللي كيعيشوه ويستعملوه في واحد الميدان اللي هو مهم جدا اللي كيكون على هامش الدراسه وهي الموسيقى والغناء والعزف على الالات، ثم كذلك صقل مهاراتهم الفنيه، وكذلك كنجعلوهم يهتموا بهذا الميدان هذا، وهذا شيء مهم جدا لانه اولا
الشباب كي يشتغل باشياء هي جميله، الفنون بصفه عامه، وكذلك ولا سيما الموسيقى والغناء. فهذا هو اللي بدنا نجاوب على السؤال. شكرا لكم. الجيدين شكرا في هذه الدورة هذه. نعم في عجالة أستاذ. الجديد في هذه الدورة هذه وهي أن لأول مرة كانت تكريم بهذه المناسبة هذه الدورة هذه كتحمل اسم ديال فنانة مقتدرة اللي هي كريمة صقلي اللي هي معروفة على الصعيد المغربي. نعم. والمغاربي العربي والدولي. نعم شكرا لكم على كل هذه المعطيات. السيد محمد الكنيدري رئيس جمعية الأطلس الكبير كنت معنا مباشرة من مراكش. وقبل الختام نتعرف على توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس لبلادنا مع ليلى أغبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله بالمنطقة الشرقية للمملكة أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 27 درجة بمدينة فيقيق، 21 درجة بوجدة، 25 درجة ببوارفة، 19 درجة بمليلية، 20 درجة بالحسيمة، وكذلك بمدينة تازة وتونس. بالمناطق الشمالية للبلاد ستكون السماء نسبيا غائمة ودرجات الحرارة تعادل 20 درجة بمدينة طنجة، 21 درجة بتطوان، 22 درجة بالعرائش، وكذلك 20 درجة ستسجل بكل من القنيطرة وكذلك بمدينة الدار البيضاء، 19 درجة بالرباط. بالمناطق الوسطى ستكون السماء نسبيا غائمة، وبالجنوب الشرقي دائما السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 22 درجة بأرفود، 25 درجة بالرشيدية، 24 درجة بتنغير، و 23 درجة بزاقورة. هذا مع تكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات مطرية عاصفية بمرتفعات الأطلس. درجات الحرارة ستعادل 27 درجة بورزات، 24 درجة بمدينة مراكش، 20 درجة بأسفي، و 18 درجة بسيدي إفني. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستعادل 26 درجة بمدينة سمارة، 27 درجة ببكرة، 24 درجة ببوجدور، 31 درجة ستسجل ببرنزران وكذلك بمدينة أوسرد، 22 درجة بالدخلة، وبالكبيرة ستسجل بحول الله 29 درجة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاطو الأخبار. وبهذا ننهي هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم اليوم للحسم في المنافسة القوية بين رئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والجالية المغربية تتابع باهتمام كبير ما سيسفر عنه هذا الاقتراع. موسم الورود بقلعة منقونة يتأثر هذا العام بضعف التساقطات المطرية خاصة على مستوى واحات دادس، والمنتوج يقتصر على واحة منقونة بفضل غنى الفرشة المائية بهذا الجزء من إقليم تنغير. وبمراكش اختتام فعالية المهرجان الجهوي للمواهب الشابة المتمدرسة بالموسيقى. مهرجان يسعى إلى تشجيع الشباب على إبراز مواهبه وجعل المؤسسة التربوية حاضنة لهذه المواهب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.